النهارده في سادسه، نجم كبير طبعا في الرياضه المصريه، في النادي الاهلي، في منتخب مصر، لاعب ومدرب زي ما قلت لحضراتكم، وصاحب مشوار طويل جدا من الانجازات والعطاء، كابتن عادل طعيمه ضيفنا النهارده ونجمنا في سادسه. مساء الخير يا كابتن عادل. اهلا يا احمد. يعني امبارح الحقيقه كان في كلام مش قادر اوصفه غير انه كلام بايخ وكلام سخيف بيتقال على فكره انه ازاي تحطوا الاهلي في مقارنه مع منتخب مصر، واذا في تعارض بين البطولتين فمنتخب مصر اهم. يعني مش فاهم الناس ازاي حولت الكلام اللي اتقال بالمعنى السخيف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه زي ما انت تفضلت كده في البدايه، والنادي الاهلي ماله مال القصه دي؟ القصه دي بتاعه اتحاد كوره والكاف والفيفا، الاهلي ماله؟ هو الاهلي عمره تاخر على المنتخبات؟ في كل الالعاب، مش في كره القدم بس، في كل الالعاب النادي الاهلي دايما النادي الوطنيه اللي بيمد المنتخبات في كل الالعاب، وانجازات كلها على مصر كلها، امم افريقيا 3 مرات. كان النادي الاهلي معظم العناصر من النادي الاهلي، وكانوا اللعيبه كلهم في قمه الفورمه بتاعتهم، وعلشان كده خدنا 6 و8 و10 امم افريقيا. فلما يبقى الاتحاد الكوره من 4 ايام قاعد هو الكاف والفيفا وما يشوفوش حاجه زي دي، وبعدين يصدر لك انت النادي الاهلي هو اللي خد قرارات، المفروض الاول اتحاد الكوره او اللجنه، الاستاذ احمد مجاهد، المفروض الاستاذ احمد مجاهد يبقى عنده خلفيه زي ما كده بيراميدز موجود مع انفانتينو. يعني الراجل كان عندنا هنا في مصر وكلمه في كاس العالم سنه كل سنتين ولا كل 4 سنين، وكلمه في السوبر ليج المفترض انه البطوله اللي عايزين يطرحوها في اللي ما عرفوش يعملوها في اوروبا عايزين يعملوها في افريقيا، ازاي ما جاش في يعني؟ وليه ممثل افريقيا يبقى الفريق الوحيد؟ يعني كل الفرق اللي حاضره من كل قارات العالم ما عندهاش اي ارتباطات في التوقيت ده، ليه ممثل افريقيا الوحيد اللي المفترض انه يشارك في البطوله وهو محروم من خد بال حضرتك، مش بتكلم بس على لعيبه منتخب مصر، انت عندك ديانج ممكن هيبقى موجود مع منتخب مالي، وعلي معلول، معلول هيبقى موجود مع منتخب تونس، بنون ممكن يبقى موجود جدا مع منتخب المغرب، وبالتالي انت بتتكلم على فرقه كامله ممكن تكون غايبه عن النادي الاهلي. لا شوف، ما هي العمليه اصلها يعني بيصدر لك بقاله دلوقتي سنتين مشاكل، واخرهم طبعا مجلس الاداره والمهندس عام عمرو فاروق، الوزير عمرو فاروق. شوف الخطوات ايه، وبعدين الفيفا والاجهزه اللي فيه والكاف والاجهزه اللي فيه مش عارفين ان في تضارب. يعني هم لازم يجوا مصر هنا ويقعدوا مع بعض عشان يعرفوا ان في بطولتين في نفس التوقيت؟ لا، دي حاجه يعني اولا ما تخشش الدماغ، واي راجل في الشارع مش متعلم يعرف على طول ان في حاجه مش طبيعيه. مش عايزين نقول مؤامره، بس دي بتحطك في شك ازاي اتحاد الكوره. طب النهارده بيراميدز والمصري انت اجلت لهم الماتشاتهم وما راحوش طبعا المنتخبات والحاجات دي، يعني لعيبه بيراميدز والمصري ما راحوش مع المنتخب، مع طبعا الفرق في التاثير. يعني ممكن منتخب مصر جدا يقدر يلعب بطوله بدون لعيبه بيراميدز، احمد حتى لو لعيب واحد، انا لو عندي 2 3 لعيبه برضو دي بتاثر في قوتي، لان انا دوري محترفين، فانا ايا كان اللعيبه، انما انا يعني علشان كده برضو انا بحيي مجلس اداره جدا وببارك له طبعا على الانتخابات، بقول انه خدوا الخطوات القانونيه اللازمه، بخاطب اتحاد كوره عشان اتحاد الكوره يخاطب، او لجنه الكوره، اللجنه اللي بتدير الاتحاد بتتكلم مع الكاف وبتتكلم مع الحاجه دي. مش المفروض النادي الاهلي هو اللي يجري وراها، ده المفروض اتحاد الكوره، لان النادي الاهلي بيمثل مصر، وبعدين انت نجومك ان انت بتدفع فيهم ارقام علشان جماهيريتك وعلشان الجانب الادبي والجانب المادي لجماهيرك اللي على مستوى العالم كله محتاجين ان البطوله ديت نوصل لمركز متقدم اكتر من المركز الثالث، انت بتحرمني من ولادي اللي انا جايبهم علشان يدوني البطولات ديت. انت بتحرم ده، حاجه بتكلم الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، يعني عشان برضو يبقى الكلام واضح موجه لمين؟ لا، الكاف اولا، الكاف اولا وبعدين الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي والكاف ولجنه الكوره، اتحاد الكوره، لجنه اتحاد الكوره. فانا الوضع الطبيعي النادي الاهلي المفروض ان هو ما يتحركش، ده اللي يبقى الشغل الشاغل لاحمد، الاخ احمد مجاهد، ان هو اللي بيجري ورا الكلام ده. ومع ذلك طبعا احنا عارفين طبعا الخلفيات اللي موجوده، وعارفين ايه اللي بيجرى،
متوقع يكون في دور ايجابي؟ انت شخصيا متوقع انه يبقى التحرك اللي حضرتك بتقول عليه ده يحصل؟ اكيد اكيد اكيد، لانه انت بتشتغل قانوني، انك انت لاعيبتك انت بتحطني في حته ان انا مش وطني. ازاي؟ لا، ما انا برضو دي بطوله فيها وطنيه وفيها يمكن اكتر متابعه من امم افريقيا. وبعدين الحاجه الثانيه، امم افريقيا عمالين يسربوا ان البطوله ممكن ما تتلعبش، فهو يسرب لك دي وبعدين يروح منزل لك جدول ويروح عامل قرعه. يا صحيح، يعني برضو يعني اذا كنت بتكلم على يعني قمه العشوائيه في اداره لعبه كره القدم على مستوى بطوله هي الاهم على مستوى قاره افريقيا، هتتاجل، هتتنقل، هتتلعب، مش هتتلعب، يعني ازاي تبقى بتتكلم على بطوله هتتلعب كمان اقل من شهر يمكن ولا شهر وشويه، ويبقى لغايه دلوقتي مصيرها ومواعيدها ومكانها مش مؤكد بشكل كامل. والتسريبات دي مش تسريبات اي ناس، يعني مش واحد صحفي ولا لا، ده ناس مسؤوله بتقول ان الكاميرون في مشكله بالنسبه للملاعب وفي مشكله بالنسبه للتامين الطبي، النواحي الطبيه. احنا بنسمع ده يا كابتن عادل، معلش انا اسف اقطع كلامك، قصه الكاميرون دي احنا دايما بنسمعها بقى لنا 6 شهور، ما يمكن اكتر والله، والله يمكن اكتر كمان. ولغايه النهارده الموقف مازال مش واضح. الوضع الطبيعي، ومن خلالك بنقول الباشمهندس احمد مجاهد، لان دي هتبقى يعني من ضمن النقاط السلبيه جدا في الفتره اللي انت بتادي فيها، انك ازاي يبقى النادي الاهلي عنده بطوله بالحجم ده وانت ما خدتش موقف. انتوا قاعدين هنا 4 5 ايام، الناس عماله تتفسح وعماله تروح هنا وهنا وهنا، ما جاش في خاطركم انه هناك كاس عالم انديه وان في امم افريقيا، وعارفين ان لعيبه النادي الاهلي بتمثل 80% او 70% من قوام المنتخب موجودين. انت فاكر في الاولمبيات لما النادي الاهلي لعب الدوري من غير لعيبته وادى 6 لعيبه و7 لعيبه؟ يعني في نادي في الدنيا بيعمل كده الا النادي الاهلي، لان ده نادي وطني، نادي الوطنيه. فاحنا مهما يعملوا والله ان شاء الله ربنا بينصرنا، لانه دايما دايما انت طالما على حق ربنا دايما هنصرك. انت الاخ احمد مجاهد من خلالك بنقول له من فضلك اتحرك، لان جماهير مصر سواء اهلي او غير اهلي يعني هتبقى نقطه سلبيه جدا في الفتره دي. هو في حد مشرف مصر في اي بطوله عالميه غير النادي الاهلي يا كابتن عادل؟ يعني هو النادي الاهلي لما بيتوج من في مشاركته في بطوله زي كاس عالم انديه بميداليه برونزيه، مش بيتكتب الاهلي مصر؟ يعني مش ده انجاز يحسب للرياضه المصريه؟ انت المره دي 7 مرة انت تروح. مين في مصر راح 7 مرات؟ في مش حد راح خالص. مين في مصر راح مره؟ وبعدين انت المنتخب القومي، انت مين بيمثلك؟ انت عندك مش اقل من 10 6 7 منهم جوه الملعب. فانت وحتى الدكه اللي بره، فانت بتعاقب النادي الاهلي ولا ايه يعني؟